حياكم الله اخواني. مثل ما تشوفوا هذا الشنيوب، احنا هنا عندنا في سلطنة عمان نسمي هذا الكائن البحري الشنيوب. في مناطق ثانية او في الدول المجاورة، الدول الخليجية، في بعضهم يسميه قبقوب، وحد يسميه طيطار، ما طيطار، او على ما اذكر يعني يشن دشن كذا، يعني من هذا القبيل. لكن حتى ان هذه السرطانات فيها انواع، ايوه نعم انواع، تلقى في نوع اللي هو هذاك اللي الناس اللي تصطادوا وياكلوا، وفي هذا النوع اللي هذا البحري تلقى على البحر بكثره موجود، هذا ما منوع اللي يعني اظن ما ياكلوا، يعني اللي ينأكل اكثر شيء هو هذاك اللي شويه حجمه اكبر، او اللي تلقاها اكثر شيء في الخيران وفي المساريب. نعم، فهذا من النوع اللي تي فتره كذا يظهر بكثره على شاطئ البحر، وفتره ينقطع، حتى تلقى سنه او سنتين ما تشوفوا هذا الكائن يعني. فسبحان الله كان ليه موسم يعني، فتلقاه كذا فتره معينه بتلقاه تمشي بتلقى تخاف حتى تدخل البحر تسبح، تخاف انه مثلا يعضك او يلدغك في داخل البحر من كثره يعني. واحيانا سبحان الله تقول كانه يعني عديمه وينقرض يعني. فسبحان الله في بعض الحيوانات او الكائنات البحريه ليها فتره وتظهر وليها فتره تطلع او تغيب، يعني زي المحار اللي هو الدوك، احنا نسميه الدوك، تلقى فتره يظهر بكثره يعني على شاطئ البحر، وتحصل منه كميات كبيره. طبعا الدوك او المحار هذا اللحم هذا اللي داخله يعني الناس تطبخه وتاكله وش اسمه. فسبحان الله يعني لله في خلقه شؤون. ومثل ما تشوفوا هذا الشنيوب ياسين شويه احنا ندردش وياه، نلاعبه، نلعب وياه، هي نعم، فهو شكله متضايق منه، فاحنا